بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنشرح ليسن 4 في يونت 7 من كتاب المعاصر. هنشرح الدرس الرابع في الوحدة السابعة من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. اسم القناة على اليوتيوب الانجليزي وجماله، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحة انجليزي من الصفر. هنبدأ على طول الفيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنبدأ بالكلمات. عملاق، جاينت جاينت جاينت، جي اي وبعد كده انت نملة اي ان تي. بنقسم الكلمة علشان نحفظها سبيلنج. جي اي اي ان تي جاينت جاينت، بالغ، ادلت ادلت adult a d u l t. بعد كده نبات الخيزران، هو طبعا اسمه الخيزران، الكتاب كتبها خيرزان، هو اسمه خيزران. نبات الخيزران بامبو بامبو، طبعا ده النبات اللي بيتغذى عليه حيوان الباندا. تاني نبات الخيزران او خشب البامبو بامبو بامبو، معرض للخطر او معرض للانقراض endangered، معرض للانقراض يعني هينتهي، يعني العدد المتبقي منه قليل جدا. endangered endangered e n d a n g e r e d. يدخل في بيات شتوي hibernate هايبرنيت هايبرنيت اتش اي بي اي ار ان اي تي اي، حرف الاتش بينطق اهي هايبرنيت. حي او على قيد الحياه الايف 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 اي ال اي في اي. نقولهم كمان مره. عملاق جاينت جاينت، بالغ ادلت ادلت. بعد كده نبات الخيزران بامبو بامبو، معرض للخطر او معرض للانقراض endangered endangered. يدخل في بيات شتوي هايبرنيت، ممكن نقول عليها بالعربي يبيت شتويا او يبيت في الشتاء. هايبرنيت هايبرنيت، على قيد الحياة alive alive alive، على قيد الحياة أو حي alive alive. بعد كده عندنا كلمة تانية، دب الباندا باندا باندا باندا. سنة أو عام year year year. بعض some some some، عادة usually usually usually. لأن because، حرف السي بينطق كي because because. حوالي أو تقريبا around around around. أوكي أو أنسة ounce ounce ounce، بيساوي 28 grams، يعني الأوكي أو الأنسة بيساوي 28 جرام. أونس equal تساوي 28 grams 28 grams. بعد كده حقيقة fact fact fact. ولد في الماضي was born was born was born. شهر months months months. بعد كده اليوم today today. جرام جرام جرام. يوميا أو يومي daily daily. جبل mountain mountain. الدب الأسود black bear black bear. رطل pound pound. مرحبا بكم في welcome to
ويلكم تو يزن وي وي فصل الشتاء وينتر وينتر كل شيء everything everything الصين تشاينا تشاينا. بعد كده بقول لك كلمة باوند ليها معنيين، معنى بمعنى جنيه ومعنى تاني بمعنى رطل، والرطل ده طبعا وحدة قياس الوزن بنزن بيه، وحدة قياس أوزان بمعنى رطل. بعد كده بقول لي جي اتش في كلمة يزن واي حروف صامتة، جي اتش في كلمة واي حروف صامتة يعني تكتب ولا تنطق. بعد كده فور بمعنى لمدة لما بيأتي بعدها فترة زمنية، يبقى فور تستخدم بمعنى لمدة لو أتى بعدها فترة زمنية. بعد كده حرف الجر إن بيأتي قبل الشهور وبيأتي قبل كلمة the mountains الجبال، وبيأتي قبل فصول السنة والأماكن الكبيرة. يبقى إن حرف جر بيأتي قبل الشهور وفصول السنة، يعني ممكن نقول إن ذا وينتر إن ذا سمر إن ذا فول إن ذا سبرينج، يبقى حرف الجر اللي بيأتي قبل الفصول إن، وبرده بيأتي قبل الشهور وبيأتي قبل الأماكن الكبيرة وبيأتي قبل كلمة ذا ماونتينز. إن ذا ماونتينز يعني في الجبال. بعد كده listen and read along، استمع واقرأ. welcome to Cairo Zoo's giant panda home. تاني welcome to Cairo Zoo's giant panda home، يعني مرحبا بكم في بيت الباندا العملاقة بحديقة حيوان الجيزة. introduction المقدمة. welcome to Cairo Zoo's giant panda home is an information sign about the giant pandas and some facts about them. يعني مرحبا بكم في موطن الباندا العملاقة بحديقة حيوان القاهرة. بعد كده سوري هي القاهرة وليس الجيزة، هي القاهرة. تاني مرحبا بكم في موطن الباندا العملاقة بحديقة حيوان القاهرة، هي عبارة عن لافتة معلومات عن الباندا العملاقة وبعض الحقائق عنها. بعد كده main points النقاط الرئيسية، when دي جمل مهمة جدا لازم تفهموها وتحفظوها. أول جملة بالعربي عندما تولد دب الباندا العملاق أو دبب الباندا العملاقة يبلغ وزنهم ما بين 80 إلى 140 جرام، يبقى حيوان الباندا اللي لسه مولود وزنه بيتراوح من 80 إلى 140 جرام. when giant pandas are born يعني عندما تولد حيوانات الباندا العملاقة they weigh 82-140 grams. تاني when giant pandas are born they weigh 82-140 grams. بعد كده الجملة التانية، يتراوح وزن البالغين الكبار بقى بين 80 إلى 125 كيلو. adults usually weigh 80 to 125 kilos. بعد كده تأكل دبب الباندا العملاقة نبات البامبو، giant pandas eat bamboo. لا تدخل في بيات شتوي يعني لا تبيت شتويا، they don't hibernate in the winter. هنقرأ بقى القطعة ونترجمها. welcome to Cairo Zoo's giant panda home، يعني مرحبا بكم في موطن الباندا العملاقة بحديقة حيوان القاهرة. بعد كده بوب اند ليلي، بوب وليلي اللي معانا في الصورة حيوانات الباندا، بوب الحيوان الصغير وليلي الكبير. بوب اند ليلي ار اور جاينت باندز، يعني بوب وليلي هما حيوانات الباندا العملاقة. بوب از 15 years old، بوب عنده 15 سنة. ليلي از 20 years old،
وليلي عندها 20 سنة. Here are some facts about giant pandas. يعني ها هي بعض الحقائق عن حيوانات الباندا ضخمة الحجم. When giant pandas are born, عندما تولد حيوانات الباندا العملاقة, they weigh, يعني هم يزنوا 80 to 140 grams, يعني وزنهم بيتراوح من 80 إلى 140 جرام. بعد كده adults البالغين usually عادة weigh, يزنوا 80 to 125 kilos, بيزنوا من 80 إلى 125 كيلو. بعد كده giant pandas حيوانات الباندا العملاقة eat bamboo, بتأكل نبات الخيزران أو خشب البامبو. They don't hibernate in the winter, هم لا يبيتوا في الشتاء. Because they have to eat 8 to 16 kilos of bamboo every day, لأنهم لابد أن يأكلوا من 8 إلى 16 كيلو من الخيزران كل يوم. They eat for 12 to 16 hours daily, يعني هم بيأكلوا لمدة بتتراوح من 12 إلى 16 ساعة يوميا. بعد كده giant pandas walk and run, بيمشوا ويجروا on all four legs, على الأربع أرجل كاملة. They can climb trees, هم يستطيعوا أن يتسلقوا الأشجار. And swim, ويسبحوا يعني بعوموا في المية. giant pandas حيوانات الباندا العملاقة live in the mountains of China, يعني بتعيش في جبال الصين. They are endangered, هم معرضين للانقراض يعني ممكن ينتهوا في أي وقت. Around 700 to 1000 pandas are alive today, يعني تقريبا من 700 إلى 1000 من الباندا على قيد الحياة حتى اليوم أو الآن. طبعا دي كلها معلومات مهمة جدا عن حيوانات الباندا, لازم نعرفها يا حبايبي. ممكن جمل زي كده تجيلي في شكل تشوز اختر, في شكل ترتيب أو باراجراف أو إيميل, فلازم نبقى فاهمين الجمل اللي زي كده والمعلومات المتعلقة بحيوانات الباندا علشان نعرف نحل صح في الامتحان. بعد كده عندنا مجموعة من أسئلة تشوز. Number one, pandas live in the high mountains of China, قلنا في جبال الصين. Number two, giant pandas walk and run on all four legs, بيمشوا ويجروا على الأربع أرجل كاملة. Number three, giant pandas eat bamboo, بيأكلوا نبات الخيزران. Number four, pandas are endangered, حيوانات الباندا معرضة للانقراض. Around 700 to 1000 pandas are alive today, يعني تقريبا من 700 إلى 1000 من حيوان الباندا على قيد الحياة حتى الآن. Number 5, pandas are giant animals, يعني حيوانات الباندا هي حيوانات عملاقة. Number 6, pandas don't hibernate in the winter, حيوانات الباندا لا تبيت في الشتاء. They eat for 12 to 16 hours, هم بيأكلوا لمدة بتتراوح من 12 إلى 16 ساعة. Number 7, how much do adult pandas weigh, يعني كم تزن حيوانات الباندا العملاقة. Number 8, how many giant pandas are alive today, كم عدد حيوانات الباندا العملاقة الموجودة على قيد الحياة حتى اليوم. بعد كده listen and circle true or false, يعني استمع وضع صح أو خطأ. Number 1, when giant pandas are born, they weigh 80 kilos. يعني تاني هنقول الجملة تاني, when giant pandas are born, they weigh 80 kilos, يعني عندما تولد حيوانات الباندا العملاقة بتزن 80 كيلو. طبعا الكلام ده فولس.
طبعا احنا قلنا ان حيوانات الباندا عندما تولد وزنها بيتراوح من 80 إلى 140 جرام. بعد كده جاينت باندز ووك اند رن اون تو ليجز، يعني حيوانات الباندا العملاقة او الضخمة بتمشي وتجري على رجلين، طبعا فورس احنا قلنا اون اول فور ليجز، على الاربع ارجل كاملة. نمبر 3 جاينت باندز ليف ان ذا ماونتنز اوف تشاينا، يعني حيوانات الباندا العملاقة بتعيش في جبال الصين، ترو. نمبر 4 جاينت باندز كان كلايم تريز بات زي كانت سويم، يعني حيوانات الباندا العملاقة بتستطيع أن تتسلق الأشجار ولكن لا تستطيع أن تسبح. طبعا الكلام ده فولس، احنا قلنا هم بيتسلقوا الأشجار وبيسبحوا الاتنين. بكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.